عطية ما أنسى تضلها علي لين أموت. ما تقوليش كده، ما تقوليش كده. ماني مصدقة، ما أدري شو قلت دودة. تعالوا نقعد. ربنا يخليك يا حبيبي، ربنا يخليك. خلاص بقى ما تعيطينيش. شري حبيبتي. تبين تعرفين ليش أقول لك ما أنسى فضل هالآدمية علي؟ صفية سدها قوي، العادة تعلمني بكل شيء، هالمرة ما قالت لي ولا شيء. ما أنسى فضلها لما الدنيا كلها تخلت عني، لما لقيت نفسي بروحي وغريبة بديرتي، الكل تخلى عني حتى أصدقاء الطفولة صدقين تخلوا عني، وكانوا يعدون اسمي عار ينطرى قدامهم. أقوم كل ولادة أفتح عيوني ألقاها مجابلتني، ساعدني وتجابلني وتوكلني وتشربني. يا ربي شلون انساها، ما تنسي. سريا يا حبيبتي انت تستاهلي كل الخير. طب انت بقى نسيتي احنا متربيين مع بعض وبين اخوات؟ يا بنات انا ماليش اخوات غيركم. انا اذا كان عليا عايز اجيلك كل يوم عشان اشوفك واشوف ولادك ويتربوا في حضني، بس عارفة مش قادرة وما بقتش اخرج زي زمان. يا ليت نقول للزمان ارجع يا زمان، بس ما يرجع. ماكو فايده. لا تريا لا تقولين كذي. انا جاية اليوم اشوفك عشان نرد نفس اول. الناس كلونا وقطعوا يمنا بالحكي، لي رديت الناس بيسكون حلوجهم. لا بالعكس، بيصير حديث البوسه وكل اللي يحط من راسه حشوه، والكلمه تصير الف كلمه. ثريا ردت على امها موضي، بس ما ترحم، ما ترحم، تحب تاكل، تاكل لحم بعض. حتى امي ما راح ترضى انها تسكت ولا تنسى اللي طاف. امي اصلا قهيلتها وانت تدرين عديتك ميت. ثريا الكل تزوج، وايد ناس تزوجوا من غير رضا اهاليهم وردوا عادي طبيعي. مريم انت شو تقولين؟ اكو ناس ما يتغيرون، عندهم قواعد ومعتقدات ما يشطون عنها، واللي شط عنها يدفنونه وهو حي. يدفنونه يدفنونه مثل ما دفنوني انا الحين. انا عاده روحي بالنسبه لهم من الاموات. بسم الله عليك لا تقولين كذي. مريم بسألك سؤال، اكيد هم قالوا عني كلام ما ينقال وكرهوك فيني، شو اللي خلاك تسعين انك ترديني وتجابليني وتقابليني بالغبا وتحاولين تصلحين بيني وبين امي؟ ثريا انت اختي العوده، صدقين كل ما افتش الراديو واسمع البرنامج ودي ادق عليك واتحرش فيك واقول لك انت مشكوره على هالبرنامج الحلو. حبيبتي ثريا انت تزوجتي، ما كبرتي، ما سويتي شيء لا هو عيب ولا هو حرام. لا مو غلط، مو غلط ان الانسان يختار شريك حياته، لكن الغلط انه يعصي امه وما يطيح. هذه انا مؤمنه فيها ان اللي سويته مو صح، لكن ذاك الوقت كنت اعتقد انه صح. الحين يوم كبرت وانضجت تجربتي قعدت افكر اللي سويته صح ولا غلط. اعتقد يا مريم انه كان غلط، كان غلط. خالتي بسألك، هو في حب من اول نظره؟ ايه انتي ما سمعتي يعني عن الحب من اول نظره؟ ما ادري بس احس هذا حكي افلام. يا حليلك يا سبا، مراقبه وتحبين حكي الافلام. مو هذا الفرق بيني وبين باقي البنات، يعني انا افكر بعقلي، احس لو فكرت بقلبي ما راح اخذ الشيء اللي ابي. واي حكي عيايز. اي مو هذا الصح، حكي العيايز الله يطول بعمرهم هو الصح. اي هذا الصح يا يمه، بس العلاقه شلون تبدا؟ بالنظره، وهالنظره اللي صارت حب وعقبها تقبل ممكن تصير عقبها زواج. إيه مو لو الواحد يضمن الزواج بعد هالنظرة كان جازف بعمره. أقول مو كانك خذيتي راحتك معاي؟ ليش خالتي؟ اشتراني عنك. ليش أمك مو موجودة وايد ماخذة راحتك؟ ولا صارت موجودة بالبيت ما تتنفسون لا أنت ولا أختك؟ إيش دعوة خالتي الحين أنت مو حسبة أمي ورفيجتي بنفس الوقت؟ إحنا نتشرف يا فندم. هاجر. مريم شو تقولين؟
اسهل لك انك تصلحين بين امريكا وبلادن من انك تصلحين بيني وبين امي موفي. ترى يعني ما راح تساعديني؟ ودي اساعدك ولا ودي اكسر خاطرك. لا تهجيني اني ما حاولت. مريم انا حاولت بكل الطرق اني اوسط ناس انها ترضى عني او حتى تشوفني من بعيد. تهجين انا مو ولهانة عليها ولهانة بموت من الولع. ودي بسوالفاتها، ودي بحكيها، بالدلاقيب اللي تقطها، كل شي فيها ولهانة عليها. اتمنى هالشي منها. بس خلاص عيل خلي الموضوع علي. يا حبيبتي هذا هم عود وانت توج على هالهم صغيرة. ماني صغيرة وبتشوفين. خلاص يصير خير. يلا ترى دقت الساعة لا تقول روسكم. تريا يلا شوف شو بتسوين؟ انا بس مرة ثانية. انت مرة ثانية بس انا اللي قالت لشنية الكبيرة. انا العودة انا الكبيرة شفيج. ترميني مريم انا العودة. وبعدين مرة ثانية عزميني انت على قدا على شيء يسوى مو على شاي. كرمت الله اختي. يلا نمشي. شوي شوي كذي يفتشون الباب. بعد الباب شلون يبطلونه؟ بطلونه شوي شوي. انت ايش قاعد تسوين؟ ولا شيء. قاعد تدرسين؟ لا مو قاعد ادرس. شنو يعني اسرار؟ هي اسرار ما بي حد يعرفها. حتى انا؟ اسمه سر يعني ولا حد يعرفه الا انا. تكفين عاد انت يلا واسرارك. يا لبنى ما تحاجيني يا شيرين سافرت وما قالت لي. تفضلي. مساء الخير يما. مساء النور هلا يما. شكلك للحين ما فيك نوم. لا والله ما قاعد اخذ موعد حق امتحان التوفل. الله معك يما. الله يوفقك اجمعين يما. يما بغيت اطلب منك طلب. امرني يما. بغيت فلوس حق امتحان التوفل. ايش كثر محتاج؟ هلا ضرار. هلا يبا حياك الله. شلونك؟ اقول ايش عندك اليوم على الغداء؟ تمام عيل تغدى يميع. اي انا بمر بيت الوالده بقعد وياها شوي. خوش عيل تلاقى عندها وعقب نطلع يميع نروح تغدى في البيت. خير ان شاء الله. فما الله. حلوين على ثريا تقلقين عليها. حيليقوا عليها الالوان حتليق عليها. بس انت عارفه مقاسها؟ ما اعرف مقاسها ولا راح اسالها عن مقاسها لاني ما بيها تحس بشيء. بعطيها نفس الهديه. يا حبيبتي ما فيهاش حاجه. حتحس بايه يعني الدهله؟ ما ادري اخاف تحس ان انا قاعده اعطف عليها. لا يا شيخه مش معقوله تحس كده. لان انا امس لما شفتها يعني ما بيها تحس ان ملابسها ما عجبتني. مش ان شاء الله حتقبلها. ما تعوديش انت تحاتي. بس تقل ما راح تردني؟ لا ان شاء الله مش حتردك يا رب. بس ترى ثريا ذكيه وحساسه بنفس الوقت. مظبوط صح. يا حبيبتي انتوا اخوات ما فيهاش حاجه لما تهديها. ما ادري اخاف تردني. لا ان شاء الله مش حترد. ان شاء الله ما تردني وترضى تاخذهم. حتاخذهم ان شاء الله. الله يسمح منك. يا مريم